هذه الحلقة الجديدة من حوار خاص على شاشة النيل للأخبار، هي التي تختص برسم وتطوير السياسات المالية في الدولة، هي التي تختص بقنوات الإنفاق المختلفة يرد إليها كافة الموارد وتوزع من خلال التزامات للوزارات كل حسب احتياجاته، وبالطبع هي أيضا التي تطور من مسارات الاقتصاد وتحدد الموازنة العامة للدولة. إذن نتحدث عن وزارة المالية، وزارة المالية التي يتقلد منصبها دائما الكثير من رجالات الدولة يتحدثون من باب الاقتصاد، ونواب أيضا متخصصين في مناحي اقتصادية مختلفة، منها في التأمين، منها في الخزانة العامة، في الضرائب، في الدين العام، الكثير والكثير مما يدخل تحت وزارة المالية. ضيفي الكريم أحد الخبراء في الاقتصاد، وهو مختص بالخزانة العامة وشؤونها في الدولة. إذن نتحدث في حوار خاص اليوم للدكتور محمد معيد، وهو نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأيضا رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بوزارة المالية. مرحبا بحضرتك ضيفي كريم على شاشة النيل للأخبار. أهلا بك دكتور محمد. الكثير من الملفات الخاصة بوزارة المالية والخزانة العامة وموازنة الدولة، إصلاحات اقتصادية، وكيف ستكون مناحي الإنفاق المختلفة، لكن اسمح لنا نتابع بعد هذا الفاصل الكثير والكثير من التحليل. أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد معيد، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بوزارة المالية. برحب بحضرتك مرة ثانية دكتور محمد. خزانة عامة داخل وزارة المالية ماذا تعني؟ إيرادات الدولة ومصروفاتها بالشكل الأول المبسط، وتدبير احتياجات سواء من خلال إيرادات أو من خلال التمويل. نعم. يعني لو ما كانش عندك ايرادات يبقى لازم تستلفي عشان تدبري المصروفات بتاعه الدوله. هي دي الخزانه العامه. طيب حضرتك تقلدت الكثير من المناصب، منها ما شغلته في مجال التامين، وكان هناك عدد من مشروعات القوانين المختلفه اللي تم بحثها، منها مثلا قانون التامين الصحي هو قيد البحث، لكن عندما نتحدث عن موازنه دوله بنتحدث عن طرق الانفاق وقنوات الإنفاق لهذه الدولة. إذا كانت الخزانة العامة بتتحدث عن موارد الدولة المصرية، إذا كيف توضع الموازنة وأي حسابات توضع في الاعتبار إذن؟ هو خلينا أقول يمكن إحنا خلال الأسبوعين الأخيرين دول نتحدث تحديدا عن موازنة العام المالي الجديد 17-18، وبنتكلم عن موازنة فيها مصروفات
بالتريليون ومئتين مليون، ألف ومئتين مليار جنيه، وعندنا إيرادات لهذه الموازنة بحوالي 835 مليار جنيه، والباقي هو ده العجز المتوقع انه يكون في حدود 370 مليار، لان عندنا بيبقى في حاجه اسمها مصروفاتنا بالظبط 1206 مليار، وايراداتنا 1206 مليار. دي مصروفاتنا للعام المالي 17-18، وفي نفس الوقت ايراداتنا بنتكلم في حوالي 835 مليار، والفرق بنسميه العجز الكلي، بنضاف عليه حاجه اسمها صافي هيازه، فهو تقريبا 370 مليار جنيه. ده العجز. حضرتك بتكلمني دلوقتي عن الموازنه اللي هي مفروض قيد البحث اللي هي لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها. نعم. العجز اذا في داخل هذه الموازنه، حضرتك قلت بشكل مبسط هستلف 375 مليار تقريبا، في السنة 370 بتوفى من سلف بأي طرق؟ بصي حضرتك، احنا هي أي دولة في العالم بيبقى عندها عجز، ليه؟ لأن بيبقى عندها مشاريع ومصروفات تفوق الإيرادات. أي دولة؟ مهما كان معدلها يعني النمو الاقتصادي، مهما كان ولازم يبقى في عجز عشان تاخده من السوق وتحرك بالسوق، لكن هي المشكلة في نسبة العجز إلى إنتاج المجتمع. مجتمع انتج قد ايه واستلف، والدوله استلفت قد ايه عشان تغطي. المفروض يعني عاده مراحل الامان في العجز بتبقى تحت ال 5%، يعني انا بستلف نسبه من انتاج المجتمع اقل من 5%، بس النسبه انا عندي زي، انما كل ما زيد كل ما بخش في الخطر. احنا النسبه قد ايه يا دكتور؟ العام المالي 15-16 احنا كان عندنا العجز كرقم منسوب الى الناتج المحلي الاجمالي كان 12.25، حوالي 350 مليار. 12.25%، 12.25% او بالتحديد 340 مليار. 340 السنه الماليه الحاليه بنتوقع ان العجز بتاعنا يبقى في حدود 360 مليار، وبنسبه عجز بنأمل انها تكون في حدود ال 10.5%. طيب هي نسب العجز بتصنف دوليا ان انا دخلت في مراحل خطر ولا ما دخلتش ازاي؟ حضرتك قلت 12.25 تقريبا في العام المالي. خطر جدا. خطر جدا. خطر جدا. المفروض ما تتعداش ال 5%. ما انا بقول لحضرتك طول ما انت تحت ال 5% في امان. في امان. انما كل ما بتزيدي بقى وتطلعي ده خطر، لانك انت محتاجه تاخدي موارد الدوله ايراداتها بدل ما تصرفي بيها على صحه وتعليم وخدمات ومد، لا بتصرفي بيها على خدمه السلف اللي انت بتستلفيه. خدمه السلف ولا الفوائد الخاصه بيه؟ هو السلف لازم تدفعيه وتدفعي عليه فوائد. ايوه. فانت بقى تاخدي موارد الدوله وتحطيها في السلف في انك تسددي. والمشكله بقى مصر بتسدد الدين ولا بتسدد الفوائد؟ بسدد الاثنين. بسدد الاثنين. بس لما تيجي تقولي ان انا في السنة المالية اللي فاتت 15-16 سددت 242 مليار جنيه فوائد، والسنة دي هسدد 307 مليار جنيه فوائد، والسنة المالية الجديدة مطلوب ان انا اسدد 382 مليار جنيه فوائد، فباخد موارد الدولة اسددها فوائد. ليه؟ لانه من 2009 ل 2010 من 2009-2010 وما بعدها احنا كنا بنصرف اكتر من ايراداتنا. بنصرف اكتر من ايراداتنا. لو جمعنا الفلوس دي من 2009-2010 زادت الامن. لو جمعت مبالغ الفروق ما بين ايراداتك اللي جات لك وما بين المصروفات وجمعتيهم، المبالغ دي اللي انت استلفتيها تقتربي ل 2 تريليون. 2 تريليون. 2000 مليار. بتتراكم من السنين السابقه، يعني مش شرط ان انا بحسب بس كمان ما صرفي بالنسبه للدين الخاص بيا او بفوائده للعام المالي الحالي. لا انا بقول لك البعض يسال يغلق عند عام ولا بيتراكم؟ لا بيتراكم. بيتراكم لانك احيانا بتستلفي علشان تسددي اللي استلفتيه قبل كده.
فكل سلف بفوائد. أي. فلما تيجي تقولي ان انا بقالي فتره طويله المجتمع ما بيخرجش ايرادات، ما فيش انتاج يخرج ايرادات، ولكن لازم اصرف ولازم ادفع امور ولازم ادفع مستلزمات سلعيه وخدميه ولازم اعمل استثمارات وكده. فكانت النتيجه ايه؟ ما انا بستلف عشان اخلي المجتمع شغال، انا بس لازم بعد كده السلف ده ارجعه وارجع الفوائد. فالنتيجه انك مع الوقت بتبص تلاقي كل مواردك بتروح عشان بتستنزف في اتجاهها. فده الدايره اللي سواء دين داخلي او دين خارجي. او دين خارجي. طيب احنا هنتكلم اكثر تفصيلا طبعا عن الموازنه العامه للدوله وتحديدا قنوات صرفها او توزيعها ازاي بالنسبه لاحتياجاتي انا في الدوله وخاصه بند الاجور. لكن اسمح لنا نتابع دكتور محمد هذا التقرير عن الموازنه العامه ل 2017-2018 ونرجع مره ثانيه لاستكمال الحديث مع حضرتك. وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018 لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها خلال الفترة المقبلة. بلغ حجم الموازنة نحو 1.2 تريليون جنيه والإيرادات بلغت 818 مليار جنيه والعجز الكلي سجل 370 مليار جنيه. وصلت نسبة العجز المستهدف في الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من 9% حيث من المستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 11 مليار جنيه. وبلغ حجم الإيرادات من الضرائب في الموازنة نحو 604 مليارات جنيه وهو الأكبر في حجم الإيرادات، بينما بلغت المصروفات في الأجور 240 مليار جنيه. ووصلت الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة نحو 381 مليار جنيه، خاصة وأن حجم الدين سجل 104% من الناتج المحلي الإجمالي. معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 4.6%، حيث تركز الحكومة على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة. وقد سجل الدعم للبترول والمزايا الاجتماعية نحو 340 مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، كما زاد الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة زيادة بلغت 40%. إذن الحديث عن سياسات وزارة المالية من خلال موازنة عامة جديدة 2017-2018 وأكثر من ملف في طرق الإنفاق والقوانين المختلفة أو مشروعات القوانين المختلفة مع ضيفي الكريم الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور محمد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وضعت الموازنة وبدأ الحديث عنها من خلال الصحف المختلفة أو حتى من خبراء الاقتصاد تحدث عن أهمية زيادة شبكة الحماية الاجتماعية أو ما هو مخصص للحماية الاجتماعية داخل الموازنة. كيف ستكون هذه الأهداف محققة على الأرض من خلال الموازنة الجديدة؟ يعني هو في إدراك كامل بأنه الإجراءات الاقتصادية اللي تم اتخاذها سايبة أثار صعبة على المواطنين. بس خلينا نفرق ما بين حاجتين، خلينا نفرق ما بين الفكرة بتاعت العجز اللي هو مصروفاتي أكتر من إيراداتي فبستلف وعمال أمول حاجات بدون إنتاج حقيقي فعملت التضخم الجامد أثرت على إنه طبعا مفيش إنتاج فعمال بستورد، خلصت على الاحتياطي النقدي، الدنيا اتلعبكت، فكانت النتيجة انه بقى في تضخم. ليه؟ لانه وكان الحل هو في اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحرير صرف انت وصلت لمرحلة هو ده ظهري للحيط. ليه؟ لانه ما هو الوضع انك استنزفت الاحتياط النقدي بتاعك لانك انت بتنتجيش، انت بتستسهلي في الاستيراد،
عمالك ارخص 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 فسهل معايا فلوس ما طلعتش من الانتاج ده من سلف واخد بالك فانا مستسهل مفيش ما يعوض اي مفيش والاستيراد عمال يزيد قوي والتصدير عمال يقل قوي والفرق بيتاخد من الاحتياطي فبناء الاحتياطي فايرادات الدوله واقفه محلك سير لكن المصروفات عماله بتزيد فكانت النتيجه الوضع اللي احنا وصلنا فخدت اجراءات اقتصاديه صعبه على الناس وبرده عاوز اقول لك مش بس نتيجه اللي انت جواكي انت برده عندك منطقه حواليك اثرت عليك سلبا من كل عوامل اقليميه اثرت عليك سلبا السياحه وقعت ليبيا ظروفها ايه الخليج ظروفه ايه الدول المنطقه كل ده اثر عليك سلبا يعني متطلبات الامن القومي بتاعك بقت شديده محتاجه انك انت تحمي البلد وانها فدوت برضو حط عليك ضغط مشكله زي الكهرباء حطت عليك ضغط بلد انت تعمل محطات الكهرباء الغاز بعد ما كنت انت بتصدري غاز وقفتي عن اكتشافات فكانت النتيجه انك تحولت لمستورد غاز عليك تطلع 400 500 مليون دولار كل شهر عشان تستوردي غاز عشان تشغلي محطات كهرباء ومصانع وما الى ذلك فعاوز اقول لك يعني لسوء الحظ الامور تعقدت وكان فيها حصاد لسنوات سابقه واحداث كتير اخذت اجراءات صعبه على الناس وسابت اثار صعبه على الناس اصبح عندنا هدفين لازم نتحرك فيهم بسرعه انه نحاول ناخد من الاجراءات اللي تبدا تدعم الاقتصاد المصري وتبدا تزود التصدير وتبدا ترشد الاستيراد تمام وتبدا تحرك الاقتصاد علشان الانتاج يزيد والموارد بتاعه الدوله تزيد طيب تعظيم الموارد هيجي من ايه؟ فتبدا عمليه انك تتمولي مصروفاتك من ايراداتك فيبدا التضخم يهدى شويه خلاص بدل ما انت بتموليه بالسلف وفي نفس الوقت تاخدي مجموعه اجراءات تخففي من الاثار على الناس فحتى احنا اعلنا وقلنا في الموازنه الجديده سيتم تخصيص 1% من الناتج المحلي الاجمالي علشان نعيده مره ثانيه في مجموعه من او حسبه من البرامج حاليا بتدرس وتطلع للناس علشان نقلل او نخفض شويه من الاثار زي ايه يا دكتور محمد؟ يعني على سبيل المثال احنا اعلنا ان هيبقى في نظام للرد في ضريبه الدخل انا مثلا مرتبي مثلا 2000 جنيه فمطلوب مني ادفع كل شهر 60 جنيه ضريبه تمام لا هنشيل مثلا من ال 60 55 او 50 ونقول لك ادفع بس 5 جنيه او 10 جنيه فكاني برد لك بس دي هتقلل من مواردي برضه بالظبط اللي جايه من الضرايب بالظبط هتقلل من موارد ده. بس احنا متفقين ان احنا عارفين ان الاجراءات اللي خدناها صعبه ولها اثار وعلينا ان احنا نعمل حزمه برامج تساعد الناس فاحنا بندرس حزمه برامج عشان تساعد الناس وهتعلن عنها في وقتها لكننا بناخد دي في اعتبارنا وعاملين حسابنا ان شاء الله هتنطبق على الجميع في شرائح الضريبيه يعني المختلفه ولا هتكون على لم اسبق الاحداث ولكن باكد لحضرتك ان احنا تحت نظرنا انه احنا لابد نمشي في اتجاهين اتجاه انه قدر بقى ان لازم نرجع الاقتصاد للطريق السليم وقدر ان التشوهات اللي حضرتك بتقولي لي ان احنا ذكرناها في الموازنه العامه للدوله بس حضرتك بتقول ان التشوهات في هيكل لازم تتصلح في هيكل الموازنه العامه للدوله لان حرام نسيب لاولادنا واولاد ولادنا موازنه كل موارد الدوله رايحه فوائد ونسيبهم مش قادرين فلازم نغير الدايره دي لازم نغير الدايره دي ونبدا نجيب موارد تؤدي الى انه بسدد مصروفاتي وعندي فائض اسدد الفوائد وابدا العجز انزله بحيث موارد الدوله تبدا تدريجيا تستخدم مجرد تحقيق العجز زي ما حضرتك قلت من 2009 ل 2010 كان 12.5% تقريبا النهارده بنتكلم في موازنه جديده 9% احنا تقييمنا في حد ذاته ده احنا في شهور شيء ايجابي في شهور سنه 13 14 لولا الدعم اللي جالنا من الدول المانحه في الخليج كنا وصلنا لعجز 16.5 17%
العام المالي 15-16 احنا قافلين بعجز 12.25%. العام المالي الجديد اللي احنا فيه ده نأمل ان شاء الله نقفل ب10.5. العام المالي التالي اللي هو 17-18 نأمل ان نقفل ب9.1%. فاحنا اهو بنقلل العجز. معنى ان انا اقلل العجز ده معناه ان انا بدأت اجيب ايرادات للدولة تغطي لها مصروفاتها وتستخدم جزء اللي فائض في ان انا اسدد فوائد الديون. فتبدا بدل ما كنت بستلف عشان اسدد الفوائد واسدد الاصل، لا بقيت استلف اقل، تدريجيا استلف اقل. ده بالاضافه الى انه لو ان شاء الله الاقتصاد بتاعنا بدا يتحرك وبدا يمشي في الاتجاه الصحيح، هتبص تلاقي الناتج المحلي الاجمالي بتاعك بيكبر، ايرادات الدوله بتزيد، واعتمادك على السلف على اي مدى زمني؟ بقيس من النواحي يعني الاقتصادية، يعني احنا بنقول انه في بوادر عندنا بتقول لنا ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني مؤشرات ايجابية. انا عندي مؤشر واعلامه دولة رئيس الوزراء النهاردة قال انه مع بداية العام القادم بنتجه الى في طريق الاكتفاء الذاتي من انتاجنا في الغاز الطبيعي. ده معناه ايه؟ معناه ان الدوله دي اللي بتستورد كل شهر ب 300-400-500 مليون دولار غاز طبيعي هتبدا تدريجيا تقلل من استيراد الغاز الطبيعي، يبقى بتوفر عمله صعبه بتجنبها بتستخدمها حاجه ثانيه. ده نتيجه الاكتشافات الجديده في البحر المتوسط. ومتوقع مع 2019 ان شاء الله نبدا نصدر. يبقى لو انت وصلت في الغاز الطبيعي كده يبقى حليت مشكلتين رئيستين للمجتمع. حليت من الكهرباء حليت مشكلتها تمام، والغاز حليت مشكلته. انت شغاله برضو على حل مشكله السكن الاجتماعي، بتشتغلي على حل مشكله شبكات الطرق، بتشتغلي في الميه في الصرف. كل ده استثمارات وكل ده فلوس في ظروف صعبه، في ظروف صعبه. ومن الخزانه العامه للدوله عاوز اقول لك يعني احنا عارفين انه لازم نشتغل، وعارفين لازم الدنيا تتغير، وعارفين ان بندير في ظروف صعبه جدا جدا جدا، وعارفين ان شعبنا متحمل يعني ظروف اقتصاديه صعبه جدا، مستوعبينها. بس باكد تاني والله ما قدمناش بديل. يعني حضرتك اتكلمت عن النظام الضريبي والاستقطاعات الضريبيه كاول حل من التقليل عن كاهل المواطن من من التغيرات الاقتصاديه اللي اتفرضت عليه او فرضت عليه عدد من الظروف الصعبه. كمان سياسه الاجور في الدوله، حضرتك تحدثت من خلال اعاده نظر في غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 10% من الاجر الاساسي وطبقها باثر رجع من يوليو من العام الماضي. داخل في في في, في الجزء الاخر. يعني خليني افرق ما بين حاجتين. اتفضل. احنا في خلال السنه الماليه نقدر نقول ان عندي ناس مخاطبين بالخدمه المدنيه قانون 81. ايوه. ده اتصرف لهم 7% على الاجر الوظيفي من 1/7/2016. في ناس مش مخاطبه بالخدمه المدنيه، مدرسين، اعضاء المهن الطبيه، كادر الجامعه، كل ده مش مخاطب وجهات ثانيه وما خدوش اي حاجه. فانا بعمل له علاوه 10% من المرتب الاساسي تضاف على المرتب الاساسي في 1/7/2016 تصرف باثر رجع من 1/7/2016 لان هو ما خدش حاجه. في ناس مخاطبه بقانون العمل، فقانون العمل بيديها الحق في 7%، بعضهم صرف او كلهم صرف 7% في اكتر في لكن في النهايه اللي هو ناقشه مجلس النواب من اسبوع كان خاص بعلاوه خاصه 10% من المرتب الاساسي لغير المخاطبين بالخدمه المدنيه تصرف اعتبارا من اول 7/2017 او 16 وتضاف للمرتب الاساسي. تضاف للمرتب ابريل 2017. 1/7/2016. باثر رجعي من 1/7/2016 لكن يبدا التنفيذ في ابريل من هذا العام. قررت من مجلس النواب قبل منتصف ابريل هيمكن وزاره الماليه انها تحول المبالغ لانه احنا بناخد وقت عبال نصرف المرتبات. فاذا اقيمت في مجلس النواب قبل منتصف ابريل ان شاء الله ده يمكننا ان شاء الله باذن الله تصرف مع مرتب ابريل. بس عاوز اكد على حاجه ان دي مستحقاتهم بتاعت السنه اللي فاتت. ده غير اللي انا بتكلم عنه. لما بقول لحضرتك احنا محتاجين ان شاء الله باذن الله يبقى في حزمه اجراءات. يعني ده هيكون زائد.
حزمة الإجراءات الجديدة اللي بيتم مناقشتها. على فكرة خلينا أقول تاني إنه الإعلان اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي كانت المفروض تتصرف في 1/7 أي 2016 دي حاجة واحدة. تمام. حضرتك مش عايز تتكلم طبعا على اللي بيتم مناقشته دلوقتي وهيبقى لأن ده متوصل ليه؟ إحنا بندرس ومعالي وزير المالية برضو كنا في مؤتمر يوم الخميس قال إحنا بندرس وبنوعد وعدنا مجلس النواب وسيادة الرئيس طلب مننا وفي حاجات كلها حاليا في إطار الدراسة تعرض على سيادة الرئيس وتعلن في وقتها إن شاء الله. دكتور محمد لما بتكلم عن مواردي بتكلم عن الاستثمار في مصر محور قناة السويس الكثير من المشروعات لاستصلاح الأراضي أيضا لاستزراع السمكي لإنتاج الحيواني بتكلم عن مصانع كبيرة مناطق لوجستية في شرق بورسعيد إذن هي مشروعات قومية كبيرة لكن ما تقدمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وأي نوع من التعاون لتقديم المحفزات أو الحوافز الاستثمارية؟ طيب النقطة اللي حضرتك أثرتيها دي نقطة مهمة جدا احنا لازم برضو نبص للدولة بتاعتنا ونبص لمستقبل مصر بصورة أكتر من الجزئية أوي. احنا عندنا مشاكل أسعار مرتفعة ظروف حياة اقتصادية صعبة جدا وما إلى ذلك لكن خلينا نبص نظرة أكبر. احنا مجتمع بينمو سكانيا ب 2.5% سنويا وبالتالي فاحنا تقريبا كل سنة في تقريبا 2.5 مليون بني آدم جداد بيتولدوا على أرض مصر محتاجين تنمية اجتماعية وبشرية وخلافه ورعاية صحية وخدمة تعليمية كل حاجة كل حاجة. لما اجي اقول انا بزيد ب 2.5% وانا عاوز انه في ظل الظروف دي اضمن للاطفال اللي بتتولد دي يبقى في منهم حياة كريمة في هذه البلد لازم تعملي نمو اقتصادي يكون بيتحرك ما بين 7 ل 8 نمو اقتصادي يسبق النمو السكاني يسبق من 7 ل 8% مستقر ومستدام يعني ما بتنزليش لثلاثة نمو يعني احنا مثلا السنة المالية الحالية متوقعين النمو بتاعنا 4 والجديدة متوقعين 4.6 أو 4.7% لا ده مش كفاية. وعلى فكرة لما نيجي نقول احنا مجتمع عندنا بطالة ايوه لان انا عندي ما يقرب من 1 مليون بني ادم جداد داخلين سوق العمل كل سنة بيدور على شغل ده مش هيجي بس بقى الا انك تكوني بتنمو برضو ب7 و8% عشان تخلقي 800 و900 ألف فرصة عمل جديدة. طب احقق النمو ده ازاي؟ لازم استثمار وما هوش استثمار الدولة فقط لازم استثمار الدولة مع استثمار القطاع الخاص مع الاستثمار العربي مع الاستثمار الاجنبي. الاستثمار مش هيجيني وانا الكهرباء بتتقطع الاستثمار مش هيجيني وانا ما عنديش غاز طبيعي الاستثمار مش هيجيني وانا ما عنديش شبكه طرق وميه وصرف واراضي مترفقه الاستثمار مش هيجيني وانا عندي بيروقراطيه وتعقيد ومشاكل للدوله مش هيجي ولا عندي تغيير في سعر العمله وعندي العمله بره الجهاز المصرفي في البيوت وعندي تعقيدات في كل شيء وممكن اقعد سنه واثنين وثلاثه عبال ما اخد تراخيص مش هيجي الاستثمار. اذا عشان احل وعلشان اقول ان البلد بتتحرك للامام وبتخلق فرص عمل جديده وبتتحسن معدلات التنميه الاجتماعيه والبشريه يبقى لازم يبقى عندي نمو 7 ل 8% ومش هيجي الا باستثمارات ضخمه جدا ومش هتيجي الاستثمارات ضخمه الا بتغيير البيئه والظروف دي كلها فلابد ان كلنا بنشتغل في الاتجاه ده عشان نحققه. هو ده كمان اللي هيجيب ايرادات للدوله وهيساعدها انها تعمل التنميه البشريه والاجتماعيه. اللي انا عاوز اقوله تاني انه لو جينا نقول انه طب ايه اللي نعمله؟ ايه اللي لازم نعمله؟ ايوه وامتى اوصل للمعدل الهدف المرئي؟ هديك قطاع واحد ولازم نواجه فيه نفسنا. لازم احنا كمصريين نواجه فيه نفسنا. قطاع السياحه يعني بلد زي بريطانيا بجلاله قدرها عايشه على ايه؟ قطاعين السياحه والخدمات الماليه هم دول اللي عاملين بريطانيا العظمى لانه في عشرات الملايين من السائحين بيخشوا يصرفوا ويستمتعوا ويدفعوا والباقي خدمات ماليه داخله تستثمر وتخرج. ملكيه ارباح محترمه من السياحه لكن حصل لها السائح بيجي انا عاوز اقول لحضرتك بصراحه السائح بيجي ما بيرجعش تاني. شوف احنا بنعامله ازاي؟
شوف احنا الدنيا مخلينها له ازاي، شوف احنا بنتعامل معاه ازاي. احنا هنتغير ولا مش هنتغير؟ لازم نفهم ان الصياح في سياستنا كبشر ولا في سياسات الحكومه يا فندم؟ سياستنا كحكومه، سلوكنا كافراد. لازم افهم ان السائح اللي ماشي من الشارع ده وجاي لي ده كنز، ده جاي بيصرف فلوس عشان انا اشتغل وابني يشتغل. لازم سلوكي معاه يتغير، ما اتعاملش معاه لانه حاجه عاوز اجري واهبش واجري وبتاع. لازم افكر ابعد من كده، اروح اي دوله في العالم وشوف ازاي بيعاملوا السياح. ده اللي يرجع لك السياحه تاني. لازم انا اتغير، لازم احنا نتغير. ادي قطاع. القطاع التاني لكن كمان بس قبل ما نسيب النقطه يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك، السياحه محتاجه تنميه خدمات برضه. صدقني احنا عندنا خدمات مقدمه، عندنا فنادق ما شاء الله، وعندنا مطاعم ما شاء الله، وعندنا. لكن انا بسافر كتير، وتنميه بقى انا بسافر كتير سياحه واستغلال. مثلا يجي يقول لي واحد سائح يقول لي جيت بلدكم، بس يا عم ضحكوا عليا وعملوا فيا وسووا فيا. يا عم ده ركبت التاكسي المفروض البتاعه دي ب 40 جنيه خد مني 500 جنيه وضحك عليا. لازم نتغير، لازم نعرف ان احنا عندنا كنوز، لو اتغيرنا وتعاملنا معاها صح بلدنا هتتغير وتتغير لينا كلنا ومصلحتنا كلنا. فادي عند قطاع السياحه لازم يقوم. عندك نحل مشاكل المصانع المقفوله، كل واحد علينا في دور. احنا بنبص الجمارك وترشيد الجمارك ونحاول، عندنا مشاكل في الجمارك عندنا وبنتكلم فيها ونحاول نساعد، واخد راحتك؟ عندنا مشاكل في الضرايب بنحاول وبنشتغل عليها وبابنا مفتوح وان شاء الله. ايوه عندنا كم مشاكل قد كده، بس متفاعلين وبنحاول ان نبسط ونتعامل، ويعني عقولنا وقلوبنا منفتحه علشان نحاول نقلل هذه المشاكل. لما بيتغير سعر الدولار الجمركي وبيختلف عن سعر الصرف في البنك، ده ممكن يفيد في المستورد ولا ما يفيدوش؟ بصي انت ما بين نار، انك عاوزه تشجعي المنتج الداخلي وتخليه هو مميز بدل ما سعر المنتج الخارجي اللي جاي رخيص فبيضرب لك المصانع هنا وبيضرب لك الانتاج هنا، وما بين ان برضه هنا ما عاوز مواد خام وعاوز وعاوز وعاوز، وفي نفس الوقت كل ما وبتقف عليه بسعر عالي. عشان كده يمكن القرار اللي صدر الاخير دوت حط سعر الدولار الجمركي 16 ونص اقل من السعر اللي موجود في البنوك، يعني عشان برضه احنا داخلين على فتره فيها استيراد للمنتجات خاصه برمضان وسانتوبين والاعياد وكده. لكن في النهايه انت عندك توازنات للاقتصاد، ما هو في النهايه سعر العمله ده ما هو الا ترمومتر وانعكاس لحاله الاقتصاد المصري. كل ما الاقتصاد يقوى الجنيه بتاعك هيقوى، وكل ما الاقتصاد بتاعك هيضعف الجنيه بتاعك هيضعف. نزل الدولار يعني ارتفع الجنيه بالشكل التعبير السليم امام الدولار ووصل ل 15، وتفائلت الكثير من الاراء المختلفه بان السعر بدا ينزل للتنافسيه العادله، لكن سرعان ما وصل الى 18 و18 و10 سخف في البنوك المصريه. حضرتك ذكرت شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضرتك طيب وانا بالف خير والشعب المصري كله بالف خير. تدابير وزاره التموين والاستيراد بالنسبه للسلع الاساسيه هيكون ازاي؟ يعني كان في تصريح لوزير الماليه 2.8 مليار جنيه اتاحات عاجله للهيئات السلعيه والخدميه ودعم بطاقات التموين. البند ده تحديدا يعني طبعا احنا جانب اساسي في الموازنه هو دعم السلع التموينيه والخبز ونقاط الخبز وكده. احنا كنا حاطينها في الموازنه السنه اللي فاتت 41 مليار. طبعا سعر الدولار اتغير، فطبعا القمح سعره اتغير. السنه اللي فاتت كنا بناخد القمح المزارع ب 2800، تقريبا السنه دي 3800. السنة اللي فاتت كنا بناخد قصب السكر من المزارع ب 400، السنة دي بناخده ب 620. وما تقدرش تقلل، لأن مش عايز كمان يحصل على فلوس عنه، هو عليه أعباء، هو عليه أعباء. لا وأنا عايزه كمان كهدف لتأمين قوت يومي وأمن قومي، أنا لازم الزراعات دي لازم تتأمل. أتفق على هذا، لكن في النهاية البند بقى ده طلع عندك في الموازنة من 41 مليار في موازنة 16 17 ال 64.4 مليار في موازنه 17 18، علشان تقدري تستمري. برغم طبعا دلوقتي بيقول لك الله كيلو السكر كان في بتاعه التموين بخمسه بقى ب 8، اقول له بس لان ما
مزارع قصب السكر كنت باخد منه طن القصب ب 400 ب 620 غير التكاليف زادت على الدولة وزادت على المواطن. الكهرباء زادت، المواد البترولية زادت، ده زاد ده زاد، فبالتالي التكلفة بالإضافة إلى سعر السكر عالميا زاد والدولار بقى ده، فطبعا ده ساب أعباء. أنا كان موازنة عليا أدبر ده، فهتلاقينا بنشتغل على تدبير ده. القمح أنت كنت بتجيبي على سعر الدولار معين بقى مختلف الدنيا، فعاوز أقول لك طبعا أنت بتتيحي، والموازنة بتاعت السنة الجاية واخدة في اعتبارها إنه الدعم متأثر لأنك هتضخي أكتر، ولأنه السعر بالنسبة للحاجات اللي بتستورديها هتزيد، ولأنه عدد سكانها بيزيد. طيب كل الكلام ده حضرتك قلت إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان لا محالة لازم إن هي تتم توقيتاتها المختلفة، وكان في عدد من مش عايز أقول شروط بس عدد من الطلبات الخاصة بصندوق النقد الدولي من أجل إعطاء مصر 12 مليار دولار على شرائح مختلفة. الشريحة الأولى تم استلامها، الشريحة الثانية ما زالت المفاوضات. يعني أنا هقول لحضرتك إنه ليس صندوق النقد الدولي، أنت عندك خلل فظيع جدا في الموازنة العامة للدولة، مش هتقدر تستمر على كده، وأنت جيتي في 2013-2014 وقلتي أنا هعمل إصلاحات عشان أصلح هذا الخلل من قبل ما تروحي صندوق النقد الدولي. ما كانش قدامك حل غير انك انت هتعمل اصلاح بالصندوق، ده غير الصندوق لازم تعمل اصلاح، ما عادش عندك بديل، الاحتياج بتاعك تآكل، العجز بتاعك بيتنامى، انت ما بتغطيش 55% من مصروفاتك وال 45 بتجيبيهم سلف. 45 سلف؟ فانت ما عندكش بديل، انت وصلت لمرحله انك انت بقيتي يعني اي اقتصادي يقول له خد اتفضل اهو الموازنه دي شوف هتحلها ازاي. الدعم بيزيد، دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، عندك مشكلة كهرباء، ففي النهاية أنت قلتي لا أنا هصلح. نعم. الفرق يعني حتى ده رئيس الوزراء النهاردة بيقول إيه؟ بيقول إحنا السنة دي هناخد كام من صندوق النقد الدولي؟ 4 مليار؟ طب ما أنت رحت طرحت سندات وجبت 4 مليار دولار، طب ما أنت كنت تقدري تجيبيهم بسندات وخلاص. الفرق بس في حاجة، إن العالم كان بدأ يشك في قدرتك على الإصلاح. ما بقدرش تصدق فكره الثقه في اقتصاد اقتصاداتك. لا عايز اقول لك على حاجه، لما يكون ناس ليها مستحقات ماليه عندك واخد بالك، ويقولوا ان مصر اتاخرت في اعطائنا مستحقات ماليه، طب اللي بره هيصدق يجي يجيب فلوسه ويجي؟ هيجي يجيب فلوسه اذا كان اللي جوه محبوس. فانت عاوزه تقولي للعالم لا انا بعمل اصلاح وبجد وناويه اغير. لازم الحلقه يتم الخروج منها او يتم كسرها. مين اللي هيديك الشهاده ويقول لك انا مصدق الدولة دي؟ هو بيعتبروا ان صندوق النقد الدولي هو الجهة الدولية المعنية انها بتدي الشهادة ان البرنامج اللي حطاه الحكومة ده فعلا هيحل مشاكلها، هيحل مشاكل الاقتصاد. فهو ده كان الغرض الاساسي. وبعدين هو انت عضوة في صندوق النقد الدولي وانت ليكي حصة في رأس مال صندوق النقد الدولي، وهو لما بيديكي تسهيل ائتماني من مالتيبل او متعدد من قيمة حصتك، يعني انت مثلا حصتك 3 ممكن بيديكي 3 6 9 ايا ما يكون، وبيديها لك بسعر رخيص. واخد بالك؟ يعني انت لما بتروحي تستلفي ممكن تستلفي ب 5%. الشريحه الثانيه المفروض توصل امتى؟ الشريحه الثانيه المفروض ان البعثه تيجي مصر وفي مراجعه وان شاء الله باذن الله توصل معاها. اخر رقم وصل للاحتياطي الاجنبي قد ايه؟ انا اخر حاجه معلنه 26.5%. 26.5 مليار. بس انا لسه قاري حاجه النهارده على لسان وكيل محافظ البنك المركزي بيقول ان شاء الله باذن الله الاحتياط النقدي نعلنه ويمكن يعني يوصل ل 28 او اكثر من 28. وده مؤشر جيد جدا. ليه؟ لان ده بيقيس قدره الدوله على تخطيط احتياجاتها. انت احتياجاتك مثلا الشهريه 6-7 مليار. اذا كل ما ده بيطلع بيدي ثقه ان الدوله المصريه لديها احتياطي من العمله الصعبه او احتياطي نقدي يمكنها من تامين احتياجات الدوله، توفر احتياجات الدوله. هيكون في الموازنه اعاده منظومه لاصلاح بعض القضايا الخاصه بالمعاشات. المعاشات يعني انا عارف انه يعني عندنا مشكله فيها، وعارف انه اضاف اليها التضخم اللي بنعيشه والظروف الاقتصاديه. أي. ولكن خليني ارجع تاني واقول ان احنا قلنا ان ان شاء الله باذن الله من ضمن الحزمه اللي نطلع بيها الناس اصحاب المعاشات.
احنا للاسف الوقت داهمنا، لكن طبعا لو تركنا لنفسنا الحديث في الاقتصاد المصري وكيفيه التدابير المختلفه وكيف تتم مع صناع القرار هنقعد ساعات وساعات. أنا في نهاية الحوار بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد معيد، وزير نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بوزارة المالية، جزيل الشكر لحضرتك. أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة من حوار خاص لهذا الأسبوع على شاشة النيل الأخبار. في الأسبوع القادم نتجدد اللقاء.